أهلا بحضراتكم مرة تانية. تنطلق غدا فعاليات منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان أجندة السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا. بيهدف منتدى أسوان للتعاون ولتعزيز الشراكة ما بين كل دول القارة الإفريقية وبعضها البعض، وبيهدف كمان أنه يحافظ على سيادة وعلى وحدة القارة الإفريقية. من المقرر أنه يتم مناقشة قضايا هامة وليها الأولوية زي الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي، ومدى قدرة الإرهاب على استقطاب والترويج للفكر المتطرف والتشويش اللي بيتم على الدين الإسلامي الحنيف. للمزيد من التوضيح والحديث عن تفاصيل وفعاليات المنتدى وأهميته أيضا في هذا التوقيت، برحب بضيفي وضيف حضراتكم في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. شايف إزاي حضرتك توقيت وأهمية المنتدى الآن يعني بالنسبة للقارة الإفريقية والصراعات والنزاعات الموجودة فيها؟ اولا انا احب اهنيكم الاول على البرنامج. شكرا يا سيادة. البرنامج انا تابعته من بره، بيتميز الحقيقه بالجاذبيه والاقناع والمصداقيه، لانك بتستخدم ادوات الاقناع العلميه وهي اللوجيك، ان انت بتكلم الناس بالمنطق. فانا بهنيكم ان شاء الله مزيد من النجاح. شكرا يا فندم. وانا بعد طه الفاشني وبعد القوى الجاذبه والناعمة، السياسة برضو قوة ناعمة على فكرة، صحيح. ليست قوة صلبة. فهي قوة ناعمة، لأن من شروطها برضو القيم السياسية النبيلة من أهم القوى الناعمة. نتكلم بقى على مؤتمر بكرة، ده بيناقش عملية السلام والتنمية المستدامة. لا شك أن الصراعات في أفريقيا بتعد واحدة من أهم التحديات اللي بيواجه القارة الأفريقية، لأن بتخلف وراءها الكثير من الكوارث. يعني تمام. في وفيات بتصل إلى عشرات الألاف وبتوقف البنية التحتية، وحتى في مشكلة المعالجات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بتقعد لعشرات السنين بدون معالجة، زي ما بنشوف في الصومال الوضع أو في الكونغو أو في أنجولا في البلاد اللي شهدت صراع. وده خلى الدولة المصرية الحقيقة تبقى حريصة جدا على أنها تعمل هذه الفاعلية في هذا التوقيت. هي فاعلية نادرة ما بتحصلش في أي حتة تقريبا، في منها عالمية زي مثلا مؤتمر ميونخ أو منتدى ميونخ، ده شبيه هذا المنتدى. الدولة المصرية عاملة هذا المنتدى علشان يناقش أول مرة يناقش السلام والأمن والتنمية ويربطهم الثلاثة ببعض، ونشوف إيه اللي ممكن نستفاد منه من خلال مشاركة الشركاء الإقليميين أو الوطنيين أو العالميين اللي لديهم خبرة في مجال عملية حفظ الأمن والاستقرار وطريقة التعامل مع الصراعات في القارة الإفريقية. ثم بنطلع بتوصيات في الآخر ونشوف أهم التحديات، أهم المعالجات اللي ممكن نعالجها والدولة المصرية إزاي. ده يا فندم ممكن يتم أهم المعالجات دي تيجي إزاي؟ إيه الفرص اللي متاحة وممكن أنها تستثمر في انعقاد المؤتمر؟ ده بياخدنا ان احنا بنشوف، احنا هيبقى مشارك في المؤتمر في خبراء زي ما قلت لحضرتك دوليين واقليميين وعندهم خبره عاليه في عمليه الصراع. احنا بنشوف التجارب السابقه في عمليه الصراعات وعمليه التعامل معها والايجابيات والاخفاقات. يعني مثلا هدي حضرتك مثال، الدوله الافريقيه فيها صراعات عديده وفي هناك نوعين من التدخلات، في تدخل الامم المتحده وكانت متمثله في تدخلها في الصومال او في انجولا او في الكونغو الديمقراطيه ورواندا، ليها نماذج في 94، ليها نماذج كثيره جدا من التدخلات وتدخلات جيده واستخدمت ادوات كثيره جدا الامم المتحده، سواء الدبلوماسيه الوقائيه، سواء خدت اليات لمعاقبه المسؤولين عن حروب الاباده مثلا زي ما شكلت محكمه جنائيه في 94 في رواندا وفي سيراليون وغيرها من الدول. لكن ما زالت هناك صراعات في القاره الافريقيه. يبقى اذا هنا في اخفاقات في مهام الامم المتحده وهي اكبر منظمه في العالم. الاخفاقات بترجع وانا من حكم خبرتي، لان انا كانت خدمتي كلها في دول افريقيه وكانت معظمها في دول فيها صراعات زي الصومال وزي الكونغو. فاللي انا شفته الحقيقه
النموذج بتاع الامم المتحده دايما عنده ايديولوجيه، الايديولوجيه الليبراليه، عايز ديمقراطيه، دول لسه خارجه من الصراع ضعيفه هشه، لكن عايز يخليها تطبق النظام النموذج الغربي وهي غير مهيئه ليه. بالظبط كده، مفيش بنيه اساسيه ولا اكل ولا شرب ولا صحه ولا تعليم. برافو عليك، هي دي بالظبط كده، ادي ايديولوجيه ليبراليه. الحاجه الثانيه ما زال الامم المتحده بيسيطر عليها مجلس الامن، اذا في تدخلات من الدول الخمسه الكبرى في 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 في, في الصراع وخط سيره او في عمليه بناء السلام. يعني ممكن الدول دي في فتره من الفترات يقول لك والله ما فيش فلوس انا مش هدفع، لان عمليه بناء السلام بتاخد عشرات السنين، ممكن تقعد فتره طويله، وبالتالي الدول اللي كانت متحمسه في الاول بتيجي الفتره بتوصل لمرحله ياس، يقول لك انا مش دافع او مش مكمل. طب وهنكمل عمليه السلام؟ زي الصومال مثلا، جت فترات كتيره جدا بتتعرض لعمليات صعود ونعمل مصالحات ثم يحصل انتكاسه بسبب ما فيش فلوس تدعم او تدفع مرتبات الجيش او مرتبات الشرطه او مرتبات العاملين في الحكومه، فيحصل عمليه انتكاسه. مصر الحقيقه في خلال قمه نواكشوط للاتحاد الافريقي اسندوا اليها مهمه المركز الافريقي لاعاده السلام والامن والتنميه. تمام. في القاره الافريقيه، والمركز شغالين فيه هيبقى في القاهره، ومصر هتبتدي بقى من خلال خبراتها طبعا في عمليه ما بعد السلام، لان مرحله ما بعد النزاعات، ما بعد النزاعات دي مرحله صعبه طبعا. يعني احنا بتبقى الدول فيها تحدي بقى للي حصل من عنف وإهمال، والدوله بتبقى ضعيفه. يعني هدى حضرتك مثال، انا في فتره كنت في الصومال في فتره الحروب الاهليه، الدوله بتبقى هشه جدا ضعيفه. الحروب بتسبب نوع من الفقر، زياده الفقر، في بطاله، في جهل، في امراض، فبالتالي ما بيستوعبوش عمليه بناء الدوله. ما فيش مؤسسات دوله خالص في البلد، لا في شرطه ولا في جيش ولا في صحه ولا في تعليم، كل ده بيأثر. اعاده اعمار مره فاعاده السلام بقى بعد الصراعات بتبقى الموضوع هش جدا، يعني ممكن يحصل انتكاسه في اي وقت، وبالتالي بيبقى عايز نوع من الاليات، عايز تاهيل الناس ديت من خلال دورات ومن خلال فرق، وهيئهم الى الديمقراطيه. نموذج الامم المتحده تاني من ضمن السلبيات اللي فيه انه عايز يستخدم نموذج الديمقراطيه. طب انت تفرض ديمقراطيه ازاي على دوله خارجه من الصراع؟ بالظبط. طب سيادتي، انا اسف للمقاطعه، معلش، في الجزئيه دي، اظن ان زي ما بيقولوا كده اهل مكه ادرى بشعبها. يعني اهميه ان منتدى اسوان وان شاء الله اعلان اسوان للسلام والتنميه اللي هيبقى بعد بكره باذن الله، او بكره يعني ان شاء الله الاربع هيبقى المنتدى ثم الخميس ان شاء الله الختام، انه يخرج بضروره الا تدول المشكلات الافريقيه وان يتم العلاج داخليا وفقا للروجيتا الافريقيه، اهميه ده ايه؟ طبعا ده ليه مهمه كبيره. انت عارف حضرتك، احنا انا عارف ان حضرتك هتوصل للسؤال ده، وعشان كده انا طرحت نموذج الامم المتحده ونموذج الاتحاد الافريقي. هنا لما حصل تدخلات اجنبيه المشكله بتتعقد. هي الصراعات في افريقيا الحقيقه هي صراعات مركبه، يعني هي نتاج اطراف كتيره هي نتاج ل مشاكل كامنه في البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه، متوارثه يعني كمان. يعني في البيئه الداخليه مثلا لها ابعاد تاريخيه زي الارث الاستعماري، من فتره طويله قسم الحدود بطريقه عشوائيه وعمل مشاكل ما زالت تؤجج الصراعات في هذه المنطقه. لها عوامل سياسيه في التركيبه السياسيه وتركيبه النخب السياسيه وطريقه الحكم في افريقيا كانت سبب. لها مشاكل اقتصاديه ومشاكل اجتماعيه، سواء فقر او جهل او بطاله او حكم غير رشيد، ده سبب، بالإضافة إلى تدخلات خارجية. إن القارة الإفريقية لا تسلم أبدا من حجم التدخلات الخارجية، سواء في فترة الحقبة الاستعمارية أو ما بعد الحقبة الاستعمارية وفترة القطبية الثنائية والحرب الباردة. الدول الإفريقية كلها يعني عانت من عملية استقطاب شديدة جدا للغاية، والصراع هنا بقى كان مختلف. يعني الصراع هنا كان مختلف، يعني نقدر نقسمه لفترتين، من الحرب الباردة لسنة 90 لغاية انهيار الاتحاد السوفيتي كان الصراع بين دولة ودولة أخرى، كان صراع شبيه بصراع أيديولوجي، صراع ما بين دولتين، صراع بتدعمه دول غربية. بعد وصول الولايات المتحدة بقت على قمة النظام الدولي شكل الصراع اختلف، بقى الصراع داخل
داخل البيئه الداخليه الواحده، و بعد ما اصبحت مفككه بقى عرفي واثني يعني. بالظبط كده بقى اثني وهيك. وفي نوع ثاني على فكره من شكل التدخلات الخارجيه، وهو بيبقى من الفاعلين من غير الدول زي المنظمات الاقليميه الامم المتحده اللي ليهم بقى المصالح وليهم اجندتهم. طيب يعني حضرتك طرحت الموقف اكيد بتفاصيله وبتاريخه كذلك، ان شاء الله يكون في نتائج يفضي لها هذا المنتدى تفيد في ايجاد الكثير من الحلول للكثير من القضايا. بختتم مع حضرتك باهم الملفات على الاطلاق، وهو الارهاب، فرص ايضا الارهاب اين في هذا المنتدى، ومكافحه الارهاب، خاصه ان مصر لها باع وخبره في هذه المعركه. انا اتفق مع حضرتكم الراي تماما في موضوع، يعني انا احنا طبعا المنتدى ده في الاخر هنوصل هنحط توصيات، وبعدين الدوله المصريه هتراجع التوصيات طبقا لارض الواقع وطبقا لما هو مفروض، وهنلاقي منها ونبعتها في، هتبقى خارطه طريق جديده نقدر نقدمها للاتحاد الافريقي يناقشها في دورته القادمه ان شاء الله بعد شهر او شهر ونص، الدوره كده وحطها على اجندته. أنا شايف أتفق مع حضرتك إن من ضمن الأولويات اللي مصر توصي بيها هي فكرة مكافحة الإرهاب، لأن إحنا عندنا خبرة. صحيح. الدولة المصرية بتعاني من الإرهاب منذ سبعينيات القرن الماضي والفترة الثمانينات والتسعينات، والعملية الشاملة اللي ناجحة وبتدرس في كافة المعاهد العسكرية أو في كافة دورات مكافحة الإرهاب، العملية الشاملة في سيناء، لأنها أول مرة تجتمع فيها قوة الدولة الشاملة بالكامل، سياسية واقتصادية وإعلامية، كلنا بنحارب الإرهاب، ليس الجيش والشرطة فقط، كلنا الشعب كله كان ضد الإرهاب لغاية ما الحمد لله قضينا عليه. هنفعل من هذه الآليات، هنديهم خبراتنا في مركز إفريقي هنا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، هنطرح ان احنا نوسعه ويبقى مركز شامل لكل الدول الافريقي، ويحصل في نوع من التدريبات، نحط آليه للانذار المبكر كمان مهم جدا، ان احنا بقى عندنا آليه انذار مبكر اني اقدر احس بالازمه قبل وقوعها. صحيح، ودي من اهم النقاط. مركز ترصد يعني. بشكر سيادتك والله يا استاذ اللواء محمد عبد الواحد خبير الامن القومي والمتخصص في الشؤون الافريقيه، دايما على هذه المعلومات المفيده لنا كالعاده يعني. شكرا لسيادتك. شكرا جزيلا سياده اللواء، شكرا على تلبيه الدعوه وعلى وجودك، وبشكرك يا عمرو. شكرا يا ريان. وبشكر حضراتكم على المتابعة. تصبحوا على خير.